يكفيني فخرا يكفيني لحسين أفنيت سنيني. يكفيني فخرا يكفيني لحسين أفنيت سنيني. يكفيني فخرا يكفيني لحسين أفنيت سنيني. يكفيني حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين المسمى في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء، هذه المقولة حقيقة اليوم جاي أحسها في هذا المكان المبارك في البصرة في شارع الطويسة تحديدا، والمواكب الحسينية والجمهور شعب الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أنا أسميه شعب الحسين، مثل ما تشوفون أحبائي المشاهدين، عدسة كاميرا قناة الإمام المهدي الفضائية تتجول حقيقة في محافظة البصرة وفي مناطق البصرة لكي نعكس لكم الصورة المشرفة لخدمة أبي عبد الله الحسين وللمواكب الحسينية الخدمية، والاستعداد إن شاء الله لزيارة 40 أبا عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. متواصلين معكم وهذه التغطية، فابقوا معنا. يا ابن بي المرضى دمي حيقي لي يا يمه، وحليبي برقبتك ذيمه، وتوفي لمن يتخدمه، المن لابو اليمه لابو اليمه. فقال القلب فهذا الحب ينجيني. يكفيني فخرا يكفيني، الله الله، لحسين أفنيت سنيني. يكفيني يكفيني فخرا إلى الشاعر اللبيب وخادم أهل البيت هيثم سعودي الكربلاء. فتحت عيوني من المهدي، شنيت للسطفيل أرضا. نعم أحبائي، متواصلين معكم وخدمة أبي عبد الله الحسين في المواكب الحسينية في البصرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد قلبه أجرك وأجرنا، رحم الله والديك، الله يستر عليك. عرفني على اسم حضرتك. سجاد خادم الحسين، الله يخليك. نعزي صاحب العصر والزمان باستشهاد الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس، عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، وأهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. بعد قلب سجودي، اسمح لي أقول لك سجودي، بهالحرارة هاي وهالتعب والجو والشوايات، اكو اماكن هواي احسن واحلى وبراد، شنو السبب عايفه وجاي؟ احنا خدمه ابا عبد الله عندنا يعني خط احمر، ما نقدر نعبر الحدود هاي مالنا، وصار لنا 9 أيام من اول يوم محرم لهذا اليوم مستمرين بالخدمه والحمد لله والشكر، الله يوفق العالم جميعا. شنو اسم موكبكم؟ موكب خدام الامام الحسين، الله يخليه، حياهم الله، الله يستر. ايش قد تنطون تقريبا يوميا دجاج؟ يوم 2000 صمونه، هيش 3000، مستمرين اليوم للصبح بعد حجه يوم 9، واليوم ان شاء الله الله يخليه، الله يخليه، الله يستر. الله يعطيكم الصحه والعافيه. امين. خدام الحسين السلام عليكم ماجورين، سمعونا فت صلوات. الله محمد، الله محمد، الله صل على محمد.
محمد وآلي محمد وعجل فرجه يا مولاي احفظهم. ورضعت محبته وصارت دمى ينقض هالشرياني ويوزع هالأحاسيسي ويغذي بيه وجداني حبيبي وما أحب غيره حبيبي وما أحب غيره عرف هالقاصي ويلداني حسين أفرح حسين أفرح أفرحي حسين أحزان أحزاني محبت الماء يا ليل صخرة ودليلي ترى ومن بحرة عذب حبه وعذب سحره وعسى النحر لبيك يا حسين 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 بارك الله بكم احسنتم احبائي واقعا مستمتع بهاي الاجواء الحسينيه المباركه اللي جاي اعيشها في البصره وخدمه ابي عبد الله الحسين عليه افضل الصلاه والسلام. تعالوا يا احباء المشاهدين خلينا نشوف اصعب خدمه موجوده بهذا الموكب اللي هو يوقف يم الشوايه يم الحراره. خلينا نسلم عليه شباب بس من رخصتكم اعبر والكاميرا تعبر. بارك الله بكم الله يعطيكم الصحه والعافيه. بس خل اعبر شباب ماجورين موفقين ان شاء الله. السلام عليكم ماجور. السلام والله لك الاجر حبيبي الله يحفظك. اصعب خدمه بهذا الموكب هي هذا المكان اللي واقف فيه انت حراره يمك. شنو اسم حضرتك في البدايه؟ كرار منك رحم الله الله يحفظك. كم ساعة توقف اليوم؟ بعد حسب 3 ساعات 4 وإذا شغل من الصبح لليل. نعم الحمد لله رحم الله عليك. الحرارة اللي جاي نحس بها أنا وياك هسه قريبة علينا ودرجة الحرارة بالبصرة فوق 40 بالليل وبالنهار خو بعد فوق 50 شنو ما تأثر عليك هاي الحرارة؟ ما تأثر كله لأبو عبد الله ما يأثر كل شيء ما يأثر بينا. يمكن بالأيام العادية إذا تطلع للسوق أو شيء تتأذى صح؟ تأذى أكيد 100% بس أنا متعود مثل ما يقولون يعني قديم بهاي الشغله رحم الله عليك الحمد لله. ما عطلك عن شغلك ماجور لا تنسانا من دعائك حبيبي الله يحفظك ان شاء الله. نعم احبائي متواصلين معكم وهذه التغطيه من محافظه البصره فابقوا معنا. عشق سوره محبته بقلبي محفوره ودليلي الخير اللي بلوره يموتي ويحتي بنوره هو المخلوق من نور هو المخلوق من نور أنا المخلوق من طيني يكفيني لحسين أفنيتوس يكفيني. نعم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية متواصلين معكم وهذه التغطية من محافظة البصرة وأحد خدام الحسين. السلام عليكم عزيزي. السلام ورحمة الله غاتي أجورنا وأجوركم. أجورني باسم حضرتك محمد العبادي. حياك الله عزيزي. الله يحييك عزيزي رحم الله والديك. كلمة عزاء تحب تقدمها عبر هذه الشاشة المباركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم وذلك من أعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعزي صاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجلل الحمد لله ويشكر نحمد الله ونشكره كل سنة وكل عام صار تقريبا 13 سنة بهذا المنهاج احنا 13 سنة على الخدمة والحمد لله ويشكر كل 10 محرم إن شاء الله. شنو اسم الموكب؟ مضيف أحباب الإمام الحسين.
باب الامام الحسين. نعم. هذا فقط بالعشره الاولى لو بايام الاربعين؟ للعشره الاولى، وعندنا ورا العشره الثانيه موكب بعشر العام ريوقات صباحيه. نعم ان شاء الله. رحم الله والدك عزيزي. رحم الله. كم نفر تقريبا بالموكب عندكم؟ الكادر تقريبا من 15 الى 12 نفر. هذول الاصليين؟ الاصليين نعم. غير اللي يجون بايام الخدمه؟ اكيد، اذا نحسب ممكن شوف العام بيوم الاربعين واحد تقريبا. رحم الله والدك عزيزي. زين، الدجاج ما شاء الله اشوف شوايا الدجاج عندكم ولفات، تقريبا كم لفه باليوم؟ تقريبا اليوم تقريبا 2700، القبلها تقريبا 1000، القبلها تقريبا 800، القبلها 1000 ام 1000. فالحمد لله واشكر. حسب البركه اللي تجي. حسب البركه تجي، الحمد لله، الحمد لله. رحم الله والدك، رحم الله والدك. حياكم الله. عزيز السلام عليكم، شلونك؟ انت تحكي ورانا واقف، بارك الله فيك، خلي احنا نجي لك، حياك الله، تعرفني باسم حضرتك. كرار. عظم الله اجورنا واجوركم بهذا المصاب الجلل. ما الله يديك حبيبي. ما الله يديك. شنو دورك بالموكب؟ والله خدام، احنا كلنا خدام، احنا الخادم ابو المضيفه وصغيرنا كلنا خدام الحسين سلام الله عليه، ما عندنا واحد ابو الموكب ولا واحد عندنا مسؤول ولا شيء هاي السوالف. ما الله يديك حبيبي، الله يخد. احنا مو بس هاي خدمه عندنا، بنخلص هاي العشر الثاني عشر العام عندنا هم خدمه روك للعالم تعدى، وراها بتخلص العشر الثانية عندنا بيت معمل ورق هم نخدم، يعني هاي تقريبا 30 يوم نقضيها بس خدمة لابو عبد الله الحسين. هم الله يديك حبيبي، هم الله يديك. بارك الله فيك ولا تنسانا من دعائك. شكرا عزيزي، الله يحفظك. كبرتي وكبرت ايامي ومحبتي تكبر بصدري، صرت اسعى اوفي له حبيبي الاغلى من عمري، وخدمت بنظم اشعاري. شنو نظمي وشنو شعري؟ عساني تخضب يتقبله وقبل نحره انقطع نحري، لو انت سعى لها الأمة وسعيها. نعم احبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، شكرا للبصرة وشكرا لأهل البصرة، أهل الكرم والطيب والولاء والخدمة الحسينية. حقيقة المناظر اللي شفناها والترحيب اللي شفناه من أهل البصرة يشجعنا أنه نكون في خدمتهم أكثر وأكثر وأكثر. شكر الجزيل لزميلي العزيز المصور أبو فاطمة، الله يحفظه ويرعاه ويأيده إن شاء الله. وشكري الجزيل لأخي وعزيزي مدير مكتب قناة الشعائر في البصرة الأخ أحمد الزيدي، والشكر الجزيل والمتواصل لسماحة الشيخ نزار الحسن الله يحفظه مدير مكتب سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي. شكرا للجميع، شكرا لجميع المواكب الخدمية في البصرة لخدام الحسين في محافظة البصرة. أسأل الله بكرامة الحسين أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا تحت ظل الحسين إن شاء الله ببركة محمد وآل محمد. ختاما تقبلوا تحياتي انا حسين الاميري، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محبتي كبري بصدري صرت اسعد